دلوقتي لو انا عندي حيطه بالشكل دوت، الحيطه هي وفي عندي سيراميك، والسيراميك مقطوع مع الحيطه، فممكن حد يعمل دي لوحديها دي لوحديها دي لوحديها. في طريقه اسهل، خليني اجي على الحيطه دي واقول له كريت سيميلر وارسم الحيطه هي، وبعد كده هاخد الشباك ده اهوت كريت سيميلر، وبعد كده اللي هو الفينش دوت كريت سيميلر، وهبدأ ارسمه هنا مثلا اهو. تمام، جاب لي مشكلة ان هما الاتنين في تداخل بينهم بسيط جدا. تمام، طيب مفيش مشكلة، هعمل سيلكت كده وابدأ ابعده عن بعض. خلي بالك انا سايب مسافة هيت، او المفروض متسيبش مسافة، ممكن تعمل الايد مثلا بين ده وده. تمام، بس انا افترض ان انا سايب مسافة. تمام، لسبب يعني انا عايز اسيب مسافة لسبب. دلوقتي انا هعمل ايه عشان اخلي الحتة دي تاخد القطع بتاع الشباك، وعايز القطع ده يكون مستمر. انا ممكن اعمل سيلكت واقول له اوديت بروفايل واطرح منه الشكل دوت. تمام، بس مش هي دي الطريقة المناسبة اللي احنا نستخدمها. في طريقة احسن من كده. تمام، دي الطريقة مش مناسبة ليه؟ لو حركت الشباك الفتحة دي مش هتتحرك معايا، فانا هقول له كنترول زد واقول له رجع لي الحاجة زي ما كانت. تمام، ممكن تقول له كنسل. اوكي اهي. طيب ممكن تقول له جوين بين الحيطه الكبيره ديت وبين الحيطه القصيره، هيبدا ياخد نفس الاوبننج اللي موجوده في الشباك ده زي ما انت شايف. دلوقتي انت لو حركت ده الاوبننج هيتغير في الحتتين مع بعض، رغم ان انت المفروض ما يعملش جوين. جوين دي المفروض لما يكون في تقاطع، رغم ان في بينهم مسافه. تمام، رغم ان هما الاثنين متوازيين، بس هو الريفت بيقبلها، يعني حل المشكله دي بدأ يبان. طيب ممكن، طيب في طريقة تانية، وهو إن أنا أعمل سيلكت على الحائط وأقول له إيديت تايب، وهقول له إيديت وهقول له ضيف لي لاير دي فينيش، وأدي له اسم الماتيريال بتاعتها وأقول له دي 0.025 أهوت. هروح أنا للموديفاي وعلم على الجزء اللي فوق وفك القفل دوت. اوكي اوكي اعمل سيلكت الاقي في مقبضين اهمت، هعمل على واحد فيهم سيلكت وابدا انزل بيه، تظهر معايا الحيطه بالشكل دوت.